لولا سقوط جنين فاطمة لما أودى لها في كربلاء جنين وبكسر ذاك الضلع وبكسر ذاك الضلع رضت أضلع في طيها سر الإله مصون وكذا علي قوده بنجادي له علي بالوثاق قرين ماذا كانت تندب الزهراء خلف علي خلوا ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء راسي وأشكو للإله شجوني ما كان ناقة صالح بالفضل عند الله إلا دوني إلى من تندب الزهراء إلى ربها تقول يا حكيم يا عديل انظر ماذا فعل القوم بي ثم جاروا على أولادي وانت يا رب العالم كل المصايب ظلت بناتي من بعد عيني غراب للشام ودوهم يسار بين الأجانب وابن علي بالغيل والقد ما أخذين تبدي الشكاية والدمع بالخد مذروه حال ترفع طفل بين أحسن وتصيح يا ربي شيبني بيوم لطفوف سوى الطفل من ذنب حتى يذبحوا وويلا يا رهب أنت تعلم بالذي قد جرى علي وانت يا رب العالم بهذا الذي مذبوح بالحال ترفع طفل بنه حسين مذبوح والله فتت قلوب القاشميات كالطير مذبوح فتت قلوب الهاشميات بونين يا رب والله يأتي النداء إلى الزهرة مني يا بنت المصطفى طلب الشفاعة اليوم لاخذ بحقك من الطاغي ومن الذي للدار جاكم بالجماعة وقاد الوصي للدار وروع بنين ومن الذي بالباب منك كسر ضلعين
واللي طبع شفى على الخد على العين بشري يا بنت المصطفى يا حسن وحسين هاليوم وعدك طام وجعد اللعي لأبكي على أولاد ذبايح يوم يوم عاشو ونسي الضلع اللي بصير الباب والله واني انصبت لكم عزة في وساط وعظام علي نعنا على حسين وحزني ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال عز من قائل في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق نبينا الأكرم النبي محمد القرآن الكريم مليء بالأحكام والقصص والحوادث وهنا يأتي السائل ويقول هل أن القرآن الكريم مختص بزمان دون زمان آخر أو أنه مختص أو أنه عام إلى يوم يبعثون يقول مولاي أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا أردت الاعتبار فاعتبر ممن مضى ولقد ورد في الحديث الشريف أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة بهذا يتضح بأن القرآن الكريم حوادثه ما فيه لا يختص بزمن دون زمن آخر وإنما هو يعتبر منه إلى يوم يبعثون فمثلا هذه الآية التي ابتدأنا بها وهي عن حادثة جرت لنبي الله إبراهيم الخليل
إبراهيم لما نأتي إليه لابد أن نأخذ إطلالة بسيطة عن هذا النبي المظلوم. هو أبو الأنبياء، وهذا المقام لا يحظى به أحد، وإنما هو ميزة وخاصة ومقام إلى إبراهيم دون غيره، كما أن الحسين أبو الأئمة لم يمتاز به الحسن أو غيره من الأئمة، إلا الحسين كذلك أبو الأنبياء مقام لم يمتاز به إلا من؟ إبراهيم. إبراهيم محل ولادته وين؟ كم عاش؟ ما هي مهنة ووظيفة قومه؟ من هو طاغية زمانه؟ هذه كلها معلومات عن أبي الأنبياء. وللعلم إبراهيم لما تأتي إليه شخصية متفق عليها عند الأنبياء، شخصية متفق عليها عند المذاهب والملل. يعني شلون؟ يعني الآن لما تجي إلى عيسى، عيسى يعتقد به من؟ بس النصرانية، مو زين. اليهودية تعتقد به؟ أبدا. أحسنت، إذا ملتين. اليهود تعتقد به؟ موسى، ولا تعتقد بعيسى. لما تأتي إلى رسول الله محمد، الذي يجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقبول عند الأمة الإسلامية، نبيها، لكن هل تعتقد به المسيحية؟ هل تعتقد به اليهودية؟ أبدا. أما أبو الأنبياء إبراهيم تعتقد به اليهودية، تعتقد به النصرانية، وتعتقد به الإسلامية، لكن مع ذلك لم يكن إبراهيم سيد الأنبياء، وإنما كان الخاتم هو سيدهم ونبيهم الخاتم محمد. إذن لما تجي لابد أن نعرف وأن نعلم شخصية هذا النبي. تعال، أولا هو مولود في مدينة أورو اللي يسموها اليوم تل إبراهيم، وكان طاغية زمانه في ذلك الوقت هو من؟ نمرود، اللي هذه تل إبراهيم اليوم على حدود الناصرية. وشوف انت، لاحظ محل إلقاء النبي الله إبراهيم في منطقة وهي بابل، تمام، والمنطقة التي ولد بها مكان آخر، وكلها هذه اللي بني كنعان يسموها، اللي كانوا يفتخرون فيها أولاد يعقوب النبي. نحن من بني كنعان، يقول لك كنعانيين يعني. زين، لما تأتي إلى نبي الله إبراهيم، عاش تقريبا أقل الروايات 170 سنة إلى 200 سنة، قلها يعني، قلها 170، أكثرها تقول إيش قد؟ 200 سنة. هذا النبي عاش مع جماعة يعتقدون بالأفلاك، يعتقدون بعالم الحساب. يعني الآن عيسى قومه يعتقدون بالطبابة، اليهود مع موسى يعتقدون بشنو؟ مهنتهم بالسحر والشعوذة. لما تأتي للنبي صلى الله عليه وآله تجد بأن قومه كانوا بالبلاغة والشعر والنحو، إبراهيم كان يعتقدون قومه بشنو؟ القرآن الكريم ما تقرأ يقول: فنظر نظرة فقال إني. فعلم الفلك واضح على أنه كان يعتقد بشنو؟ أن قومه يعتقدون بهذا الاعتقاد، لدرجة على أن إبراهيم قومه لما تجي إليه يقول: من الذي كسر الأصنام؟ قال: لست أنا، كبيرهم الذي. إنزين، هذا لا، مو في كبيرهم الذي علمه السحر، هذا في، لا تخلط ويا الآيات، خليك وياي، هذا علامة على قولتهم على إني أشوف من شد وياي لولا. زين، قال هذا كبيرهم.
زين لما قال هذا كبيرهم علق الفأس على من؟ على عنق كبيرهم. كبيرهم هذا كان معروف بشنو؟ بعلامة السعادة، يعني على نجم السعادة لا على نجم النحوس. فاستغربوا وقالوا هذا على اتجاه نجم السعادة مو على اتجاه نجم النحاس حتى يفعل هذه الأفاعيل. قال لا يفعلها إلا إبراهيم. فإبراهيم الخليل هذه شيء من معلومات عن نبي الله إبراهيم. لما تأتي إلى هذه الحادثة، حادثة قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. مر على جيفة فرآها تأكل منها سباع الأرض ووحوش البحر، وحوش البحر. قال أنى لله تبارك وتعالى أن يجمع هذه بعد تحليلها، بعدما تتحلل. هنا التفت إلى الله عز وجل، ربي أرني كيف تحيي الموتى. الله عز وجل قال له خذ من الطير أربع وهي التي تمثلني وتمثلك أيها البشر. لما إن قال أحدهم للصادق عليه السلام أي الطيور تلك يا ابن رسول الله؟ قال أربعة، حمامة وغراب وديك وطاووس. قال أما الحمامة فإنها تحب اللعب واللهو، وأما الغراب فلأنه طويل الأمد وطويل الأمل وهي الأصح. شوف انت بني البشر اجي الامتحانات، قوم ادرس يا ولدي زين، لكن لو عطيته بلاي ستيشن زين. اثنين طيلة الليل أكو فيلم من الأفلام إطالعة ساعتين ساعتين وما يتعوق أبدا، لكن قل لي صلاة الفجر. إذن ميزة الإنسان اللعب أطغى على قلبه أحب إليه. وإذا قلت له قوم صل قال لك بعد في وقت، طول أمل موجود أو لا بصورة ثانية. تسلفني 100 دينار إيه أسلفك تدلل، متى بترجعها؟ ورا شهر، ورا شهر ما تحصله، ما تسمع إلا في الديرة فلان ميت. طول الأمل طول الأمل، وبعد ذلك تجده قد عذب في قبره لأن في عنقه شيء للناس. أمر ثالث، أن هنالك شخصية من شخصية الإنسان بأنه يحب الشهوة وهي صفة الديك. لذلك المعصوم يقول ثلاثة لا يشبعون، طالب المال وطالب الشهوة وطالب العلم. ورأسا نحن نسلط على طالب العلم يعني المعمم، لا، إنما كل إنسان يطلب العلم يحبه وشهوته في علمه ولا يشبع من العلم أبدا. ولذلك تلاحظ آبائنا يتحسرون أو أجدادنا يتحسرون على أنهم ما يفكون الخط. يقول لك يا ولد تعلم، عطيتك سويت سو افعل، حتى لو أن شهادة تقول ما تفيدك بس تعلم. وما قاعد يقول لك تبغيك يشتغل، لو ما تشتغل اشتغلت، لو ما اشتغلت في جهنم، لكن يكرس في قلبك حب العلم. ولذلك انت لاحظ هجرنا الى القرآن الكريم، لماذا هجرنا القرآن الكريم بشكل واضح؟ لاننا كنا في المدرسة لا نحب العلم، مجبرين على العلم، فصرنا بعد ذلك لا نحب الكتاب،
وأبسط وأهم الكتب التي بين متناول اليد القرآن الكريم. نقرأ من متى لمتى؟ ويمكن نفتح القرآن. على كل، أما الطير الأخير وهو الرابع هو الطاووس. ترى الإنسان كلما ترقى في شيء أعجب به. لاحظ زادت عندك كم ربية، يدور في الفريق لا يسلم ولا يرحب ولا يهلل. تلاحظ لا زاد صار دكتور، حطوا على اسمه قبل اسمه ألف أو دال. لا زاد بعد في غروره. يا أخي لما الغرور؟ لما التكبر؟ وهذه كلها من صفات من؟ الإنسان. لما تدقق في أمرها كلها من صفات الإنسان. هنا لما إن كان بعد ذلك قال له الله عز وجل أولم تؤمن يا إبراهيم؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وهنا أعطي الإنسان المسلم والمؤمن أفضل الأشياء. أعطي ألا بذكر الله. يقولون الحرة ابنت حليمة السعدية في يوم من الأيام تلتقي مع الحجاج، يقول لها بما فضلت علي بن أبي طالب على سائر الأنبياء؟ قالت أن علي بن أبي طالب قال كلمة وإبراهيم قال كلمة. إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، أما علي قال لو كشف. وين هذا وينك؟ قال فاذهبي فأنت في أمان الله. هذه فقط مدافعة عن كلمات علي. كيف بمن كانت هي إحدى سيدات الجنة الأربع؟ ولو تلحظ من هؤلاء وهذه النسوة تجد بأن فيهن أمر مشترك. لاحظ آسيا بنت مريم وخديجة ندخل والفاطمة ابنة محمد. كل واحدة من هذه النسوة تجدها قد اشتركت بعنصر واحد وهو كيف تحافظ على حجة الله. آسيا ابنة مزاحم حافظت على موسى لأن فرعون كاد أن يقتله وهو رضيع، قالت أنا أقوم بشؤونه. مريم ابنة عمران دافعت عن من؟ عن عيسى، حتى قال عز من قائل على لسان عيسى وبرا بوالدتي. لما تأتي إلى خديجة، لما يعير أو تعير السيدة خديجة ويسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل إحداهن وإحداهن يسمع كلمة تقول لقد أبدلك الله يا رسول الله بخير منها. وهذا الكلام ليس من مدرسة الإمامة وإنما من مدرسة الخلافة. وإذ به قد قال صلى الله عليه وآله وسلم آوتني بعدما طردني الناس وما أغناني أحد من الناس إلا هي، فكانت هي المحامية فإنها امرأة ودود ولود ولن يسد فراغها أحد بعد ذلك أبدا. أما إذا أتيت لفاطمة عليها السلام تجد بأنها المدافعة والمحامية إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، اللي تشوفها من أبرز صفات فاطمة أنها الحانية أي الحنونة، حتى
حتى لدرجة حنانها كانت تسمى بأمي أبيها. ليس ذلك فحسب، بل تجدها عليها السلام حنونة حتى على مجتمعها. يقول الحسن: فسمعت أمي ذات ليلة تدعو لجيرانها، فسألتها أماه لما هذا الدعاء؟ قالت: إن جدك يقول أوصيكم بالجيران خيرا. ولما تأتي إلى بعلها وزوجها أمير المؤمنين بعدما ضربت وهجم عليها الدار، وأخذ أمير المؤمنين بحمائل سيفه، تأتي إلى علي، وعلي يأتي إليها يقول إليها: أأنت بخير يا ابنة رسول الله؟ يا ابنة العم أأنت بخير؟ قالت: يا علي، إن كنت بخير فأنا بخير، لكن يا علي كل الذي جرى علي وصار أوصيك بوصية واحدة، أن خذني إلى قبر إلى قبر رسول الله. يقول لها أمير المؤمنين: لا طاقة لك على ذلك يا ابنة رسول الله. قالت: خذني فإنه حان حيني، حان حيني وبدا فراقي لك يا علي. تقول الرواية: فقامت فاطمة وقد اتكأت على علي عليه السلام، واليد الأخرى قد مدت إلى أضلاعها، وهي صارت كالخيال، تبات مع علي وعلي يراها تنام على جنب واحد، إلى أن تمشي إلى قبر إلى قبر أبيها، ما إن تلحظ القبر حتى تأن أنه، وعلي يلتفت إليها: فاطمة خفي من بكائك. قالت: أبتاه يا رسول الله، أصبحنا بعدك غرباء، وإن الفراق لطعمه مر يا رسول الله. ثم تأوهت، وبعدها قالت: ماذا على من شام؟ ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها، صبت على الأيام صرنا لياليا. أبتاه، أما علمت أن العدو آمر على عبده وضربني؟ ومن ضربة للقاع من الناس ما واحد حشمني، أنا باروح لأبوي وبسعي، وبقعد على قبره وبنعي، وباصيح يا ذخري ويا منعي، أنا شمسوي يكسرون. ترجع إلى الدار مع أمير المؤمنين، إلى أن يحين حينها تلتفت إلى أمير المؤمنين: علي، عندي وصايا. ما وصيتك؟ قالت: الوصية الأولى أن تتزوج بعد عيني بأمامه، الوصية الثانية: يا علي، إذا أنا مت فضعني على المغتسل، ولكن لا تكشف وجهي أبدا. الوصية الثالثة: أن ادفني سرا، ولا تجعل من ظلمني يأتي إلى جنازتي. الوصية الرابعة: قالت: يا علي، وعف موضع قبري. بعد قالت: يا علي، وزرني كل ليلة جمعة، فإن فيك أنس يا أبا الحسن.
قالها إن شاء الله تقومين يا أم الحسن والحسين. قالت لا والله يا علي، لا يخرج الصباح حتى تسمع بخبري ويغشى عليك بعدها يا علي. إلى أن صار الصباح خرج علي والزهراء تنظر إلى أولادها، قالت إليهم اذهبا إلى قبر جدكما. انصرف الحسن والحسين إلى قبر جدهما، لكن هي دخلت إلى الغرفة تقول أسماء، فخفت صوت فاطمة إلى أن عاد الحسن والحسين. صاح صبط المصطفى ودمعة على خد حدق. اعذرني 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 اعذرني، يقولون أهل الكورة يحبون الأطوار القديمة. صاح صبط المصطفى وخده على دمعه على خد حدا. ما هات والنمنا يا أسماء، ما تقلي للصدى، ليش ما نسمع ونيل نمنا ولا نسمع. الله طابت العلة وطاب ضرب ابن اللئة. لو يا أسماء سافرت عنا وخلتنا، والشهيد يقول لا تفاول ترى قلب هالما ويا ليت يا ابن امي كلامك لا. قال خويا من نحيله وبهضها ضرب لمته، قال خويا من نحيله وبهضها ضرب لمته. نسأل الله الظل علي مكسر من الزهرة. قال وين يا ابن أم السلامة والجسد منها نحت، والضلع منها مكسر والصدر منه. وظنت يا نور عيني اليوم لليلة تشي، للأسف ما وصلت العشرين خويا من ال. وفاطمة زهراء أمه كلمينا، ما حصلوا جواب. ضمت الولدين أسماء وأخذت تحنو عليهما، اسكتوا يا أولاد رسول الله. صاحت أسماء يا أولاد دل مرتضى وروح الرسول، راحت أمكم يا أولادي مدري وشحت وشقوا، لكن الحجرة ادخلوها وعاينوا حالل، وبالعجل ودوا لأبوكم يا ضي عين الخبر. على الزهرة يوم دخلوا وعاينوا مددين، نايمة نومة الموت وساد ماهي موسد، بالمصلى ويح قلبي مسد الأعلاق. الرداء خروا عليها ومدامعهم تقل شبغ المطر،
هل بيت أسألك الدعاء؟ جلس الحسن والحسين عند أمهما إلى أن نظر الحسن إلى أخي أبا عبد الله كلم الوالد. قال أتكلم؟ قال تفضل أخي. قال أناديك يما ما تسمعي؟ أناديك يا مكسورة الضلعين، أناديك والله وما تسمعين، أنا حسين يا الزغرة، أنا حسين. نادت ودمع العين كالعين على حسين وحزني،